السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا سنة ربعه؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا جدا، يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة وسلامة يا رب، النهارده يا حبيبي مع يونيت 5. هناخد إن شاء الله يونيت 5 كلها، بس قبل ما نبتدي أتمنى إن أنت تشترك في القناة، وعايزة منك اللايك الجميل. يلا هنقول بسم الله وهنبتدي مع بعض على طول في لسن 1. إلكتريشن، إلكتريشن يعني كهربائي، إلكتريشن. ميكانيك ميكانيك يعني ميكانيكي بايب بايب مصورة plumber حرف البي هنا مش بيتنطق يا حبيبي plumber plumber، باس درايفر يعني سواق أتوبيس باس درايفر باس درايفر يعني سواء, يعني سواء الأوتوبيس parcel. parcel يعني طرد اللي هو حاجة كده زي زي الهدية بس بتتبعت تمام تراش تراش او جاربج اللي هي قمامه ميل كارير يعني ساعي البريد ميل كارير جاربج كولكتر جاربج كولكتر يعني جامع القمامه جاربج كولكتر ميسي يعني فوض... فوضوي ميسي ميسي فاسد فاسد يعني حنفيه وات وات مبلول young young صغير driving driving يعني القيادة job job وظيفة problem problem مشكلة difficult difficult يعني صعب يلا نكمل يا صديقي العزيز fix يصلح fix fix wait wait ينتظر hope hope يأمل take out يعني يتخلص من take out forget ينسى forget forget drive drive يعني يسوق what about ماذا عن what about what about much better at يعني افضل كثيرا have to يجب ان what happened في ايه what happened ماذا حدث what happened dad yeah. do you like your job بابا انت بتحب الشغل بتاعك قال لها yes I love being a plumber sometimes it's wet and messy because I have to fix pipes and faucets يعني انا بحب وظيفتي جدا كسباك بيكون أحيانا المكان مبلول مبلل يعني وبيكون كمان فوضوي فأنا بحب إن أنا أصلح المواسير وأصلح الحنفيات Do you want to do a different job when you were young؟ يعني هل أنت كنت عايز تبقى شغال حاجة تانية أما كنت صغير؟ قال لها إيه؟ Yes. I want to be a bus driver. أيوه أنا كنت عايز أبقى bus driver سواق or a mechanic يا إما سواق أتوبيس يا إما ميكانيكي. قالت لي بقى so what happened؟ وإيه اللي حصل بعد كده؟ قال لها well. I don't really like driving. أنا ماحبتش السواقة. I was much better at fixing pipes and faucets than cars. أنا حبيت أوي إن أنا أصلح الحنفيات وأصلح المواسير. من من مش يعني مش إن أنا أصلح العربيات. يعني ما حبش كمان إن هو يبقى ميكانيك. What about you, يوسف؟ وأنت كمان يا يوسف، do you like being an electrician? هل انت تحب ان انت تكون كهربائي؟ قال لها Yes. I love making things work. أنا بحب جدا إن أنا أعمل الأشياء دي. Oh look, here is the mail carrier. I hope he has my parcel. إلحق إلحق بص بصوا, بصوا ساعي البريد أهو، أتمنى ان يكون عنده طرد ليا. and there is a garbage collector. Oh, I forget, I forgot to take out the trash. إيه ده بصوا بصوا كمان وجامع القمامة هناك أهو نسيت إن أنا أخرج له القمامة. Wait please استنى من فضلك. الله listen وان خلص على طول علشان سهل جدا يا أصحابي يلا عشان هنبتدي الأسئلة بتاعتنا Maggot's father is a plumber. When Maggot's father was young, he wanted to be a bus driver. Maggot's father was much better at fixing pipes and faucets than cars. ماجد's father ثواني ماجد's father loves his job حب العمل بتاعه جدا يلا نشوف اللي بعد كده يا صديقي يا صديق العزيز نحل الحاجات اللي بعد كده اوكي okay. يلا نشوف نمبر 1 ديت بتقول ايه If you have a problem with the pipes in your house you need a bath <applause> لو انت عندك مشكله في المواسير في البيت بتاعك انت محتاج لايه Plumber سباك a mail carrier اللي هو ساعي البريد has a for my dad parcel a works hard to collect garbage garbage collector The room is. We need to tidy it. Messy. Yalla, Ali has two brothers, Amr and Ayd. Amr and Ayd are hard workers. Amr is an electrician. Number one. He loves making things. Making things work. Number two Adil is a mechanic. He likes a fixing course. Number three Fixing course and buses. Ali wants to be a bus driver because he likes. driving عشان كده عشان هو بيحب السواقه فهو عايز يبقى باص درايفر نشوف اللي بعد كده يا صديقي يمكن التكست ديت وهنحل عليها يلا all jobs are important there are many workers in our community a male carrier has parcels for us A garbage collector collects that trash. Sometimes it's wet and messy, so we need a plumber to fix pipes and faucets. A bus driver is the most interesting job. He drives people to many different places and helps lots of people. all these workers should work together to help people and make their life easier تمام تعالى كده لما نحل مع بعضينا بسم الله اول سؤال عندي هنا بيقول ايه the text is about ايه بيتكلم هنا عن ايه التكست عن ايه عن الوظائف jobs The underlying trash. Trash دي معناها ايه؟ Garbage. تمام؟ What does the bus driver do? ال bus driver بيعمل ايه؟ Sorry يا جماعة عشان عندي معلش. ال bus driver ده بيعمل ايه؟ He drives people to many different places and helps lots of people. تمام؟ يعني هو بيساعد ناس كتير وبيسوق بي يعني بيوصل ناس كتير للأماكن بتاعتها تمام أهي نشوف اللي بعد كده حبيبي هو collects the trash مين اللي بيجمع التراش؟ مين؟ garbage collector تمام اللي هو عامل النظافة يعني نكتبها هنا. garbage. دي يا صديقي العزيز الـ answer. A garbage collector collects the trash. يلا شوف الأسئلة اللي بعد كده. تمام. طبعاً أنت عارف في ال punctuation إن أول حرف عندي لازم يكون capital اللي هو letter D. تمام do you like being an electrician طيب ده سؤال صح كده هنعمل ايه كده يبقى احنا خلصنا اول lesson تعال نبتدي مع بعض في lesson 2 ما تنساش اللايك لو سمحت يلا يا صديقي العزيزه هنبتدي مع بعض في lesson 2 lightning lightning يعني البرق socket socket يعني مقبس كهرباء electric shock electric shock صدمة كهربائية plug plug فيشة storm storm عاصفة electricity electricity كهرباء electrical electrical كهربي repair shop repair shop يعني ورشة إصلاح letter letter يعني جواب energy energy يعني طاقة safely safely بطريقة آمنة flash فلاش يعني فلاش speed speed يعني سرعة huge huge ضخم burn burn يعني يحرق tools tools أدوات dropping تنقيط light light يعني ضوء نشوف الحاجات دي ثانية واحدة okay study يعني ذاكر study control control يتحكم touch touch يلمس travel travel يعني ينتقل يتنقل يسافر uh, deliver deliver يعني يوصل practice practice يتدرب become become يصبح put put يضع get get يحصل على take take يأخذ get الآن electric shock يعني يتعرض لصدمة كهربية make sure يتأكد من make sure amount of كمية amount of close to يعني قريب من know how to يعني يعرف is, يعني يعرف إزاي يعمل كذا تمام نشوف اللي بعد كده أميرة أميرة the electrician يعني الكهربائية أميرة this is أميرة she is an electrician She studied and practiced, practiced for three years before she became an electrician She knows how to work safely with electricity دي أميرة وإن هي بتشتغل فني كهربائي ودرست لمدة ثلاث سنين عشان تكون واحدة فن يعني عشان تدرس وتكون سوري درست لمدة ثلاث سنين عشان تكون فني كهربائي ودلوقتي بتعرف تتعامل بشكل آمن مع الكهرباء خلي بالك إن الكهرباء خطيرة تمام الانترفيور هنا بيقول لها ايه tell us something interesting about electricity قول لنا حاجه تكون مثيره عن الكهرباء فاميره ردت عليه قالت له did you know electricity travels very fast close to the speed of light in a storm we sometimes see a flash of lightning there are a huge amount of energy in an electrical storm. أميرة بتقول له أنت عارف إن الكهرباء ديت بتتنقل بسرعة شديدة جدا قريبة من سرعة الضوء إحنا ساعات لما بنشوف عاصفة ساعات لما بتحدث عاصفة فإحنا بنشوف آه, زي فلاش كده الفلاش ده عبارة عن طاقة طاقة كهربية موجودة جوه العاصفة دي فرد قال لها Is electricity dangerous؟ هل الكهرباء خطيرة؟ قالت له Yes very dangerous if you get an electrical shock sorry if you get an electric shock we can't control our bodies it can also burn us يعني احنا لو خدنا صدمه كهربائيه مش هنقدر نتحكم في جسمنا تمام ممكن هو الجسم لا قدر الله يولع يعني فراح قال لها how can we use electricity safe, safely ازاي نقدر نستخدم الكهرباء بامان never touch anything electrical with wet hands ما تلمسش اي حاجه كهربا فيها كهرباء وايديك مبلوله never put anything into a socket only use plugs البتاع اللي هي الفيشه اللي موجوده في الحيطه دي ما تحطش فيها اي حاجه بتحط بس فيها اللي هي الفيشه نفسها تمام نشوف اللي بعد كده يا صديقي يلا غني معايا واحد قريب مننا نقول له ايه ذس ذس فجأة بعد عننا نقول له ايه ذات ذات كتير واقفين جنبينا نقول لهم ايه ذس ذس مشيوا خلاص من عندنا بقوا ايه ذوس ذوس تاني كده يا سنة رابعة <applause> عفوا اسفه جدا واحد قريب مننا نقول له ايه ذس ذس فجاه بعيد عننا نقول له ايه ذات ذات كتير واقفين جنبينا نقول لهم ايه ذيس ذيس مشيوا خلاص من عندنا بقوا ايه ذوس ذوس يعني لما يكون طبعا تعرف الحاجات دي بس انا براجعها لك تاني اما يكون عندي واحد وقريب حاجه قريبه يبقى اسمه ايه ذس طب حاجه واحده بس بس بعيده that طب حاجات كتيره بس قريبه ذيس طب حاجات كتيره بس بعيده those طبعا انت عارفهم الحاجات دي قلت ارجعهم لك يلا يا صديقي العزيز خلي الاكسرسايزز بتاعتنا طبعا انت عارف اول حاجه عندنا اللسن هنقول بسم الله طيب الاول يلا يا صديقي electricity is very dangerous If we get an electric shock, we can't control our bodies. Electricity travels very fast. There is a huge amount of energy in an electrical storm. <millan> The mechanic works in a ايه هنا to fix cars repair shop ورشة إصلاح الميكانيكي بيشتغل في ورشة إصلاح never touch anything electrical with ايه هنا hands with wet hands يعني بكون ايدينا مبلولة ما نمسكش حاجة فيها كهرباء never put anything into a socket ما ينفعش نحط حاجة في الفيشة بتاعت الحيطة دي دي اسمها socket electricity can be حاجة هنا it can burn us burn us يعني تحرقنا تبقى can be a dangerous خطيرة 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 أكيد مش delicious I am Mona I am an electrician I studied and a هنا for three years يبقى and a practiced اتدربت Before I became an electrician, I know how to work safely with electricity number two electricity travels very fast close to the engine of flight speed of flight they all right double electricity is very dangerous. Make sure your hands are حاجة هنا or dry خلي بالك لازم تكون ايديك نش نش جافة نشفة ايه جافة تمام يعني ما يكونش فيها مية شوف اللي بعد كده صديقي العزيز انا هعمل حاجة هنا انا هكتب لك ده بس هكتبه لك هنا علشان هنا مفيش مكان عندي that ايه هنا the school bus that is طبعا احنا قايلين ان ده واحد وبعيد طالما واحد تبقى is These children <laughs> are. This course, well, this core. Core. Or what? This core. The story, story, what? The story one. is. Let me look at the book. Let me look at the book. Let me look at the book. My dad is an electrician. He helps people use lights, watch TV, and use computers. Electricity is important. We use it to light our houses, but electricity can harm us too. My dad knows how to work safely with electricity. He never touches electrical things with wet hands. he never puts anything in a socket. Electricity is very dangerous. If we get an electric shock, we can't control our bodies. Electricity can also burn us. تمام. The text is about a Text ده عن E. إيه؟ Electricity طبعا زي ما احنا شايفين. The underline harm. Harm معنى, معنى harm إيه؟ أهي. electricity can harm us harm us معناها كير مثلا معناها كلين، refresh لا معناها هارد يعني يعني يضرنا تمام why is electricity important in our house لي 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 لي, لي, لي هي مهمة جدا لبيتنا <applause> We use it to light our houses عشان احنا بنستخدمها ان احنا نضيء البيوت بتاعتنا طيب The second paragraph ده احنا عايزين نعمله summary في uh, one sentence بس بصوا بقى My dad knows how to work safely with electricity بس بدل my dad هتبقى dad بس كده هي hey. داد بس تكتب طبعا اول حرف كابيتال بس نشوف اللي بعد كده يلا يا صديقي انت عارف ده بيكون اول ح... اه نسيت اقول لكم على موضوع اول حرف يا جماعه بيكون كابيتال بس حضرتك بتكتب لي كل الجمله تمام عشان انا لقيت كذا حد في... في امتحانات اكتوبر كاتب لي الحرف الاولاني بس لا ماليش دعوه بالحرف الاولاني حضرتك بتكتب لي الجمله كلها بالحرف الاولاني يكون كابيتال ركز في الجزء ده why is electricity dangerous طبعا ده انت عارف ان اول حرف كابيتال وبعد كده احنا هنعمل ايه question mark وكده احنا خلصنا الليسن بتاعنا ونشوف اللسان اللي بعد كده يلا يا صديقي العزيز هنبتدي مع بعض في لسن 3 اول حاجه عندي هنا الكلمات <applause> يلا ما تنساش اللايك بالله عليك يعني screwdriver screwdriver يعني المفك screwdriver patient patient صبور patient tape major tape major يعني شريط القياس architect architect مهندس معماري blocks blocks يعني مكعبات curious curious فضولي adult adult يعني بالغ experiment experiment تجربه little letter يعني صغير radio radio يعني جهاز الراديو help help مساعدة fan مروحة top يعني قمة safety safety اللي هي أمان بس من شوية explain يعني تفسير يفسر أو يفسر أصري cell phone اللي هو الموبايل cell phone change يعني يغير يعدل call each other يعني اتصلوا ببعض call each other when I am older لما اكبر ان شاء الله all the time طول الوقت get angry at يعني غضبان بيغضب من كذا يلا يا شباب في cousins او ابناء العم الثلاثة لارا تاليا and امير are cousins يعني لارا وتاليا وامير الثلاثة دولت او ولاد عم but they are all very different when lara was a child she loved to experiment she was very curious she always carried a screwdriver and she opened all the radios cell phones and anything that had electricity her favorite question was how does it work she learned about safety safety with electricity تمام لارا وتاليا وامير الثلاثه دولت ولاد عم بس هما مختلفين يعني لارا مثلا لما كانت صغيره كانت بتحب التجارب جدا تعمل تجارب وكانت فضوليه قوي كانت على طول ماسكه المفك وبتفتح في الحاجات اللي هي مثلا بتفتح في الراديو الراديوهات القديمه او التليفونات القديمه واي حاجه مثلا اللي هي كانت بتشتغل بكهرباء وكده وكانت تقعد تسال كده نفسها تقول هي الحاجات دي بتشتغل ازاي واتعلمت uh, ان هي تستخدم الكهرباء بامان تمام نشوف اللي بعد كده بوينت two هنا سوري uh, Paragraph نمبر 2 When Talia was a baby she played with blocks she put one block on top of another when she was older she started making things she made a little house for her dog and a bed for her sister's doll. She always carried a tape, marriage, uh, sorry, a tape measure and a pencil. تمام؟ <applause> تاليا لما كانت صغيرة كان عندها مكعبات كانت بتحطها كده فوق بعض وتعمل بيها ايه زي بيوت صغيرة. كبرت شوية عملت بيت للكلب بتاعها وعمل السرير للعروسة بتاعت أختها. على طول ماسكة اللي هو البتاع اللي بيقيس ده اللي هو الشريط القياس ده تمام؟ وماسكة كمان قلم رصاص. هنتكلم بعد كده على أمير. أمير was always very patient. أمير على طول ده كان صبور جدا and he liked play, uh, helping people. Sometimes big brothers can get angry at their little brothers. But أمير was never angry. He played, he helped and... هي explained things all the time. أمير ده كان يعني حد صبور جدا جدا جدا. ساعات كتيرة كانت بتحصل كده مشاكل بين الإخوات مثلا من الصغيرين ومن الكبار وكده، بس أمير كان بيقعد يحل المشاكل بين بين الناس ديت، كان يقعد كده يهدى ويحل المشاكل بس بهدوء وصبر. Today تاليا Sorry. Today Lara, Talia and Amir are all adults, but they still call each other when they need some help. دلوقتي هما الثلاثة بقى كبروا، كل واحد اشتغل شغلانة، تمام؟ بس برضه بيكلموا بعض لما بيكونوا محتاجين لبعض يا شباب. خلصت الحدوتة. حبيبي احنا عندنا حاجة اسمها سالبل سالبل ده اللي هو الكلمة تقسمة الكلمة في كلمة لما أجي أقرأها ما تتقسمش أصلًا في كلمة لما أجي أقرأها بتتقسم لجزئين يعني مثلاً عندي كلمة plumber Plum or plumber plumber دي two syllables يعني كلمة مقسمة لجزئين two parts يعني plumber 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 doctor doctor دي برضو two syllables driver driver تمام then test then test teacher teacher كل دي كلمات فيها two syllables يا حبيبي نتكلم بقى في كلمات فيها three syllables؟ آه طبعا يا حنين زي مثلا كلمة me can ik mechanic mechanic يعني ميكانيكي mechanic mechanic دي three syllables call لك Tar. Hul lek tar. By the three syllables. Arkie tact. Arkie tact. Ark tact. By the three syllables. If you can remember your bar, syllables, I will be. Busta bear rice. Four syllables. Elihia kilmel. Elihia Tree. Chan. Sorry. E. Lek. T. Chan.

uh, brothers Muhammad explained things all the time Muhammad is a doctor now I'm <coughs> sorry Feeling like when dina was a baby she played with, with blocks she played with blocks she one block she put number one she put one block on top of another when she was haghen she started making things she was older she started making things she made a little for his for her dog little house the she always carried a tape measure this is number four tape measure يعني شريط when hamza was a child he was very curious he always carried a حاجه هنا يبقى هو معاه ايه سكريدرايفر عشان يقيس عشان يفتح to open all the radios. cell phones and anything that had a electricity اي حاجه فيها كهربا كان بيحب يفتح تمام he learned about حاجة هنا with electricity safety فين number three now حمزة is an electrician تمام طبعا هو لخبطك بقى جاب لك كل الالكتريك هنا كل electricity جابها هنا يلا يا صاحبي فين اللايك بسرعة 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 نحل مع بعض She loved to experiment. She was very, تبقى curious طبعا. Fatima carried a حاجه هنا to open old ridges. a هو screwdriver Children like playing with. They put one on top. of another اللي بيحبوا يلعبوا بايه؟ بالبلوكس You should be don't be angry easily. You should be a patient طبعا لازم تبقى صبور. لازم تصبر وبسرعه بسرعه يلا نشوف اللي بعدها. صديقي العزيز وصلنا لغايه هنا يا ريت تعمل لايك لو سمحت. يلا نشوف ال reading ال text بتاعتنا. Noha and Amir are my cousins. They are different. Noha is an electrician. When Noah was a child, she loved to experiment. Noha was very curious. She always carried a screwdriver and she opened old radios, cell phones and anything that had electricity. She learned about safety with electricity. My Emir Amir is a teacher. He is always patient. When Amir was young, he liked helping people. Amir never gets angry with his students. He always explains things for his students. Okay, so? نوها learned about إيه هنا with electricity safety طيب the underline word اللي هي angry ديت ال opposite بتاعها إيه angry يعني غضبان العكس بتاعها هادي calm التكست ده احنا عايزين نعمله زي تلخيص كده في جملة واحدة التكست كله عن مين هو أصلا عن أمير ومين ونهى هتبقى نهى and أمير are cousins مش my cousins are cousins يعني ولاد عم بس كده بعد كده بقى هيتكلموا عليهم what did أمير like when he was young كان بيعمل ايه أمير لما كان صغير when أمير was young he liked helping people بصوا 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 هي he... من أول هنا when أمير was young he liked helping helping people اتفقنا يلا نشوف اللي بعده يا حبيبي يلا بسرعة انت نمت بسرعة هنعيد ونزيد كل مرة وهقول لك يا حبيب قلبي أول حرف بيكون كابيتال بس لو سمحت من فضلك تكتبلي لي الجملة كلها ما تكتبليش أول حرف بس تمام كده أول حرف بس بيكون كابيتال وأنت حضرتك بتكتب لي الجملة كلها. What do you like to do؟ دي سؤال طبعًا. كده خلصنا الليسون بتاعنا، نشوف الليسون الجديد. يلا اللايك فين؟ أنا يا صديقي العزيز إحنا وصلنا هنا لأخر الدرس وده سهل جدًا. أول حاجة عندي كلمة إيجابيات اللي هي pros براس. براس السلبيات اللي هي cons. كونس طقس يعني weather. whether, صح صح معايا whether بالخير يعني outside, outside, outside heavy يعني صقيل, heavy, heavy points, points يعني نقاط, works, worker, worker يعني عامل, worker, everybody, everybody, او everyone, everyone, كل شخص, mail bag يعني حقيبة البريد, mail bag lights يعني مصابيح lights lights report report تقرير cleaner cleaner يعني عامل نظافه walk يمشي walk connect يوصل connect connect tell يخبر tell wake up يعني يستيقظ يصحى wake up bring bring يعني يجلب يجيب يعني <تصفيق> تمام حبيبي <applause> انت عارف يعني اصلا ميل الكارير اللي هو مين ساعي البريد طبعا انا مش عارفه في ناس كتير مش عارفه موضوع ساعي البريد ده يعني يعني واحد بيوصل جوابات تمام كده تمام ماشي ماشي طبعا احنا دلوقتي ناس قليلين جدا اللي عارفينه يعني منكم تعالى كده نشوف the good and bad things about a male carrier's job الحاجات الكويسة والحاجات الوحشة في الوظيفة بتاعت ساعي البريد. تمام؟ بذم الله. My name is Sharifa. In class this, this week we are talking about the good and bad things about different jobs. My aunt is a male carrier in America. I talked to her about her job and she told me some of the pros and cons. تمام كده؟ أنا اسمي شريفة وإحنا الأسبوع ده عندنا هنتكلم على الإيجابيات والسلبيات اللي موجودة في كل وظيفة. فطبعا عمتها شغالة في أمريكا ساعي بريد وكلمتها وقالت لها أنا عايزة أعرف إيه هي الإيجابيات والسلبيات في الشغلانة بتاعتك فعمتها ردت عليها قالت لها بقى اللي أنا هقوله لك دلوقتي. what it's what's it like to be a mail carrier there are some good and bad points about this the job on the one hand mail male carriers are outside all day this is great when the weather is good but it's not fun when the weather is very hot or cold Mail carriers walk all day and get a lot of exercise. Everybody likes getting mail, so everyone likes meeting the mail carrier. On the other hand, there are also some bad things to think about. Being a mail carrier is not an easy job. The mail bag is very heavy. Another, he another bad thing is that they woke up very early. My aunt starts work at 6 o'clock in the morning. تمام يا شباب نتكلم بقى على شغلانة ساعة البريد. هي بتتكلم بتقول إن هي طول اليوم بتكون برا ودي تكون حاجة كويسة جدا بس امتى لما الجو يكون كويس؟ لكن الجو لو مش كويس يا شباب لو الجو مثلا برد قوي حر قوي فطبعا ده بيكون تعب عليها الحاجه التانية هي بتقابل ناس كتير قوي فدي حاجه كويسه جدا ولكن اللي مش كويس ان هي بتصحى بدري قوي 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 علشان تستلم الشغل بتاعها وفي حاجه كمان من عيوب اللي آه هي ساعه بعيد ديت ان الشنطه اصلا بتاعتهم بتاعت ساعه بعيد بتكون تقيله جدا 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 تمام نشوف اللي بعد كده يا صديقي هنشوف الايجابيات والسلبيات اللي موجوده في الشغلانة دي بتاعت ساعي البريد اول حاجه في الايجابيات عندنا ثلاث ايجابيات حلوين قوي ان ميل كاريز واك اول داي بيمشي طول اليوم فهو طبعا بيعمل كده تمارين ميل كاريز جيت ا ال... جيت ا لوت اوف اكسرسايز بيعمل طبعا زي ما قلت لك تمارين My careers are outside and it's great when the weather is good. يعني طول اليوم هو بيكون برا والجو الجو بس لما الجو يكون كويس، طبعا الموضوع ده بيكون حلو طب إيه هي العيوب اللي موجودة في الشغلانة ديت؟ Mail carriers are outside all day and it's not fun when the weather is very hot or very cold. يعني يعني ساعة البريد ده بيكون طول النهار برا ودي بيكون حاجة مش كويس خالص مش حلوة خالص لما الجو يكون حر قوي أو برد قوي. Number two, the mail bag is very heavy. زي ما قلت لك الشنطة بتاعة ساعة البريد تقيلة جدا. Mail carriers walk, wake up very early يعني بيصحى بدري قوي قام بيستلم شغله بدري يلا يا صديقي العزيز نشوف people who help us الناس اللي بتساعدنا مين بقى أول حد عندي هنا plumber اللي هو السباك connect the pipes so that we have water يعني بيوصل الحنفيات عشان يجيلنا ميه تاني حد اللي هو مين الكهربائي electricians connect electricity بيوصل لنا الكهرباء so that we can use lights عشان كده نقدر نستخدم الكهرباء تالت حدد the cleaners اللي هم عامل النظافة keep the school clean يعني بيخلي المدرسة بتاعتنا نظيفة اللي بعد كده مين يا شباب bus drivers سوائين الأوتوبيس bring the children to school يعني بيجيب الولاد بيوديهم المدرسة بعد كده the garbage collectors أو جامع القمامة take away our garbage يعني بياخد القمامة بتاعتنا بيطل- بيوديها برة خالص تمام. the mechanics الميكانيكي fix the cars and buses that brings the children to school يعني بيصلح العربيات وبيصلح الأوتوبيسات اللي بتودي الولاد المدرسة وبتجيبهم من المدرسة تمام. نشوف اللي بعده ده يا صديقي وصلنا لاخر حاجه عندي هنا في اليونت الحمد لله يلا هنبتدي في الليسننج على طول all the jobs are very important The cleaners keep the school clean. the electricians connect electricity the mechanics fix the school buses the electricians, electricians connect electricity in the إيه بيوصل الكهرباء electricity the school uh, sorry the gar the garbage collectors جمع القمامة take away our garbage the plumbers هاجي هنا the pipes المواسير يعني بيعمل في المواسير بيربط المواسير ببعض connect being a mail carrier is not a is not easy Yani, مش mishzahla. All jobs are important. There are many workers that us help us. Number one, the bus bring the children. Allah too, bus drivers yahaniin. <tool> this is number two. Oh my God. Two. Bring the children to school. The affects fix the course. The e fix the course. Meaning, the vihina, the course. The mechanic, this is number three. Mechanics, fix the course and buses that bring the children to school. The garbage e هنا, garbage collectors, this is number four. Oh my god, oh my god. Ayu. Ayu. The garbage collectors take away our garbage. Being a milk carrier is not an easy job. Milk carriers is outside all day. This is great when the weather is good. But it's not fun when the weather is very hot or cold. They walk all the day and get a lot of exercise. Also, the mail bag, mail bag is very heavy. They are very tired when they c come back home. Type the text. <clears throat> هنشوف the text is about a male carrier حنين مش عارفة ولا ايه عارفة تمام carrying a حاجة هنا bag heavy bag طبعا شنطتهم تقيلة على فكرة how do the male carriers feel when they come back home يعني بيحسوا بإيه لما بيرجعوا البيت يا شباب طبعا بيحسوا إن هم تعبانين جدا بصوا 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 اهي الدنيا حنونة they are very tired when they come home back هتكتب حضرتك من اول هنا كده لغاية هنا لغاية الاخر خلاص شوف اللي بعدها احنا قلنا ان هما بيحسوا ان هما تعبانين Where are the mail carriers all day? طبعا هما بيكونوا فين طول اليوم يا شباب؟ طول اليوم بيكونوا فين؟ في الشارع اوتسايد اهي اكتب برده ثاني كده انا هقول لك على حاجه ديت اجابه الإنسان بي 1 عشان ما تطلع بطشي. اه, آه برده ماشي ديت ميل or اور اول تمام شوف اللي بعد كده يلا كده يا حبيبي <applause> أنا هكتب لك طبعاً هنا الإجابة This is my new bikes ولا bike ولا بايك واحدة؟ بايك واحدة بس طب ليه بايك واحدة يا حنين عشان this؟ رام ليه لغبطني على فكرة My new bike Those على طول وأنا مغمضة Those is ولا Those are Those are This letters ولا letter واحد؟ Letter واحد بس عشان this who lives in house this house the house واحد بس this house شوف اللي بعد كده أول حرف عندي يا يعني عم أنت بتجري أول حرف عندي اللي هي حرف ذا تمام نشوف بقية الجملة بقى The cleaners keep the school clean وبعمل إيه هنا؟ بلستان. وخلصنا اليونت واشوفكم على خير في اليونت الجاي ان شاء الله وطبعا انا مش قادره لك ما تنساش اللايك يا حبيبي ومش عارفه ايه و... لان محدش بيحط لايك اصلا اشوفكم على خير سلام عليكم